صار معنا على الهواء مباشرة أيضا المهندس فراس حيدر، مدير الموارد المائية باللاذقية. يسعد صباحك أستاذ فراس. صباح الخير للجميع. صباح النور والأنوار أستاذ فراس، يعطيكم ألف عافية. اليوم أحوال السدود بعد هذه الكارثة والزلزال لابد وأنها تأثرت أو ما تأثرت، نحن لحد هاللحظة بالنسبة لي أنا بحكي ما عندي الفكرة الكافية عن هذا الموضوع. شو بتخبرنا من خلال متابعاتكم لما بعد الزلزال، تقييمكم الفني وأحوال التخزين؟ تفضل. أول شيء الحمد لله على السلامة لسوريا كلها ولأهلنا جميعا، والله يرحم جميع اللي راحوا بهذا الزلزال ولا يعيدوا على سوريا. نحن طبعا من اللحظة الأولى لحظة الزلزال سدودنا فيها مراقبة فنية على مدار 24 ساعة. جرى التقييم الأساسي خلال ساعتين للمنشآت الأخضر في كل السدود، واللي كل الأخوة ممكن يعرفوها، اللي هي مآخذ الري، السكورة اللي بتكون راكبة على مآخذ الري، البوابات المعدنية، الأبراج البيتونية اللي بتتحرك فيها البوابات، هاي الحمد لله سليمة في كل سدودنا. نعم. انتقلنا للتفقد أجسام السدود بالكامل على الوجهين الأمامي والخلفي. الحقيقة المشاهدات الأولى ما كان فيها أي أذى إلا في دراب زون كسر أمواج في سد بلوران، شق خفيف في سد بحمرة، هدوني بعدين اتكثفت المراقبة وتوسعت طبعا له مراقبة في الانزياحات والمطاط الشعبوي والأفقية. بس تعدلنا الفكرة، انزياحات السد يراقب كل عام أو مرتين بالسنة. مقياس الاستقرار تبعه في نقاط بتكون مزروعة ومربوطة أثناء الإنشاء وسابقة، أي تدقق كل أشهر، تعطي بدقة أقل من مليمتر حدوث أي انزياح أو هبوط في مناسيب السد. هاي كلها تدققت. طورنا العمل بعدين طبعا بالتوجيهات الحكومية اللي جت المحافظة للاتجاهات، طورنا العمل مع الفنيين في الوزارة ومع جامعة تشكين، وبلشنا ننجز تقييم فني المشاركة مع الأساتذة الدكاترة اللي هن مختصين بهذه المواضيع. حتى تاريخ نحن كل سدودنا سليمة، وأنا بدي أذكر فيها مع الزلزال المدمر اللي مر على المدينة كان فيها هطولات مطرية غزيرة. صحيح. نحن هاي الهطولات استوعبتها سدودنا وقادرة أن تقوم بكامل مهمتها الفنية تخزين وتفريغ المياه الزائدة عن الوضع الفني للسدود 100%. آمين. نتابع عملياتنا الفنية، سوف نقدم الخدمة اللي موجودة لأجل السدود اللي هي خدمة الري للأخوة المواطنين ودعم مياه الشرب في بعض القطاعات. تستمر المراقبة بشكل دائم ومكثف حاليا. نحن يعني هون كجزء من وزارة الموارد المائية وطبعا شخصيا السيد الوزير حاليا مرتاحين للوضع الفني للسدود، وانتقلنا للأشياء الأصغر اللي هي مباني محطة الضخ، اللي عندنا بعض التصدعات بعمود مثل ما صار بكل محل. عندنا بناء محولي بحاجة لأصلاح، عندنا شبكة كهربائية فيها عمود مايل. يعني احنا نفهم تفاصيل الصغيرة والكبير كله آمن بإذن الله وفضل ورضل مراقبته بشكل. إذن السدود عندنا بالمحافظة آمنة 100% بإذن الله، البنية التحتية لألا تم دراستها أيضا يعني بشكل آمن، الوضع ومتابعتكم يعني أكيد مستمرة لمعاينة هذه السدود إن شاء الله. نحن بشكل دائم جاهزين، وفرقنا الفنية هي فرق خبيرة ومدربة على هذا النوع من الأمور، وأنتجت التوجيهات الحكومية مشاركة فعالة. نحن اليوم زرنا صف 26 وست الثورة بجولة فنية مكثفة مع أساتذة الدكاترة من جامعة تشرين، وبأدق التفاصيل على اعتبار أني أكبر سدين بالمحافظة، لا يوجد أي مشكلة فنية.
المهندس فراس حيدر مدير الموارد المائية في اللاذقية، يعطيكم ألف عافية، الله يعافيك يسعد دوامك، صباحك، شلونك؟ تكون شكرا بخير. جزيلا. الله.